السلام عليكم. الفيديو مالتنا اليوم عن ورد الصباح او النازناز. ورد الصباح او النازناز الاسم العلمي مالته جراند فلورا بورتولاكا. الموطن الاصلي مالته هو جنوب البرازيل والاورغواي والارجنتين. اكو اصناف كثيره من ورد الصباح، كثيره جدا. اكو اصناف يعني اصلا اصليه موجوده، هي الاصناف البريه، واكو اصناف لا مهجنه تم التهجين عليها، ما تهجين طبيعيا ما بين يعني اذا دخلت الحشرات بتهجينها، مثلا النحل او الفراشات او انواع معينه من الحشرات مثل الخنافس او الذباب، هاي اللي تتغذى على رحيق فتنتقل من زهره الى ثانيه فيتم التهجين ما بينها وتتكون بذور وتسقط بذور، راح ينتج لصنف جديد. هاي حاله من حالات التهجين. الحاله الثانيه انه الانسان تدخل بهذا عمليه التهجين هذه وانتج اصناف جديده عن طريق التلقيح اليدوي اللي هو الانسان تدخل بيه، يعني لقح زهره على زهره ثانيه وانتج له اصناف جديده او الوان جديده، سواء كان بطبيعه النمو صنف جديد بطبيعه النمو او صنف يختلف بلون الازهار او يعني بكثافه التزهير او بطبيعه الزهره اذا كانت قطمر او عادي. التهجين اكو باشكال، يعني هسه تشوفون هسه هاي الزهره، هاي زهره البربين، هاي مهجنه تشوفون لونها برتقالي او وردي والطرف مالته اصفر، طبعا تختلف هم يعني ما بين البرتقالي الى الوردي، بعضها يطلع برتقالي وبعضها يطلع وردي مثل ما تشوفون، والطرف مالتها اصفر. شوفوا هاي الاختلاف، هاي ما بين الازهار اختلاف لوني بسيط. هذا صنف مهجن. هذا الصنف الثاني همين، هذا همين صنف مهجن. شوفوا الاختلاف باللون، الزهره ما تمشطبه او الزهره ما تكون، هاي يسموها زهره قطمر لان بها عدد من الاوراق التوجيه كبير فيسموها زهره قطمر، هذا همين صنف مهجن. عندنا هسه هذا الصنف الاصفر مثل ما تشوفون، هذا صنف غير مهجن. طبعا ورد البربين صنف من اصناف ورد الصباح، مو بمعزل عنه، لا صنف من اصنافه، همين صنف موجود بري اصلا، بس الالوان ما تختلفت بالتهجين. خلصنا من هذا الموضوع. اكو هسه حاليا فكره شائعه انه اكو ورد الصباح عراقي اللي هو هذا مثل هذا الشكل، السيقان مالته تكون مضطجع على سطح التربه، نادرا ما نشوف السيقان مالته قائمه، والنمو مالته سريع، والتزهير مالته دائما تكون الازهار مالته قطمر مثل هاي الزهره تشوفون، هذا يسموه ورد الصباح العراقي. وهذا الصنف الثاني اللي تكون مالته السيقان عموديه اكثر شيء، مو مضطجع على سطح التربه، والازهار مالته ملونه الوان كثيره جدا، وما بين القطمر ما بين العادي، هذا يسموه صنف المستورد. هاي فكره خاطئه تماما، ماكو شيء اسمه صنف مستورد، الصنف عراقي. الصنف القديم كان مزروع عندنا اللي هو نسميه الازبري، هذا اللي كنا نسميه عراقي، هم تكون الورده مالته قطمر وطبيعه النمو نفس هذا. هسه حاليا صارت التسميه انه كل صنف يشبه هذا الصنف بالنمو وبالزهره يسموه عراقي. هو كلهن اصناف موطنهن الاصلي مثل ما قلنا جنوب البرازيل والارجنتين والاورغواي، بس الاصناف مختلفه، هواي اصناف، يعني هسه اذا نجي نعددهن ممكن يطلع لنا 100 صنف من ورد الصباح. اذا نجي نريد نفرق ما بيناتهم، اكو اصناف دخلت لنا بذورها كاثرناها، مثلا هذا الصنف او صنف ثاني او البربين كاثرنا بذورها، واكو اصناف نهائيا ما دخلت لنا بذورها والوان نهائيا ما دخلت لنا بذورها. فبهاي الحالة أي صنف يدخل لنا نفس طبيعة نمو هذا راح نسميه عراقي؟ لا، هاي فكرة خاطئة، بس الأصح إنه نقول هذا صنف وهذا صنف ثاني، واثنينهن ما بهن واحد عراقي. خلصنا من هذا الموضوع. نجي على طبيعة النمو، شلون نعالج النبات وشلون نراعي النبات وشلون نعتني بالنبات. النبات أول شيء يريد تربة خالية من الأملاح، الأملاح تأذي النبات. النبات عصاري او شبه عصاري ما يتحمل الملوحه ويحتاج سقي يوميا اجي اسقي مره مرتين باليوم، ماكو اي مشكله. يحتاج كميات ماء، ايش قد ما اعطي كميات ماء ما يقول لا، ايش قد ما اعطي ما اجي اسقي ما راح يقول لا، فيريد سقي بكميات كبيره. هاي خلصنا من اول موضوع، سقي يومي، تربه خاليه من الاملاح. إذا زرعة أنا بالحديقة ماكو أي مشكلة، حتى إذا جت أشعة شمس مباشرة، بس الأفضل الأشعة الشمس تكون مفلترة تحت ظل زراعي اللي هو سران الزراعي، هذا القماش الأخضر، والأفضل نوع الكوري. أما إذا زرعة بسنادين
نهائيا ما عرضه الى اشعة شمس مباشرة، لازم دائما يكون تحت الظل. ليش؟ لان اشعة الشمس المباشرة راح ترفع لي درجة حرارة السندانة، وبالتالي راح ترفع لي درجة حرارة التربة والجذور، وراح تتلف عند جذور النبات ويموت عند النبات. التسميد مالته ممكن كل 15 يوم، كل 20 يوم، كل شهر، اعطي كميات بسيطة من السماد، مثلا سماد الداب او ان بي كي عالي الفسفور، ويتحمل يعني عدم تسميد. هسه هذا تشوفوه قدامكم، هذا انا مسمد مرة واحدة سماد يوريا بعد 3 ايام من عملية الغرس. هذا كل شيء يخص ورد الصباح، ما يحتاج عناية هواي، اهم شيء تعطيه سقى مستمر، واهم شيء تبعده عن اشعة الشمس المباشرة قدر الامكان، والتسميد مرة كل شهر او مرة كل 15 يوم. هذا كل شيء حبيت اوضحه لكم، وان شاء الله انتظروني بالجديد، وشكرا لكم. طبعا ها قبل ما انسى، الاكتار مالته يكون بالبذور او بتقطع من اجزاء النبات، اقطع من الساق واغرسه بالتربه او اغرسه بالسندانه، انتظر عمره 3 ايام الى 4 راح تمد جذوره ويبدي النبات تكوين تفرعات جديده ويصير لي شتلات. هسه هاي تشوفوه قدامكم كله، هذا مكاثره انا بالسيقان، صار عمره تقريبا لحد اليوم شهر. خلال شهر هذا النمو مستمر. ليش صار هذا الحجم؟ خليته يمد جذوره داخل تربة المشتل، وطي سقي يومي صبح وعصر، مرتين اسقي باليوم، وبيئة يعني بيئة مشتل رطبة ما بين النباتات، فصار بهذا الحجم وبهذا الشكل الجميل اللي جاي تشوفونه. هذا كل شيء حبيت اوضحه لكم، انتظروني بجيل، وشكرا لكم.